اتفضل يا اسامه. اسأله كده. سؤال هو بيقول ان هو كده احنا مش هنبقى مظبوطين في جرايتنا، لان البيان ذلك دايما هيكون متاخر عنهم في الجرايه، على اساس ان هو بطيء لكن ده اسرع منه وده اسرع منه. فعشان كده بقول لك بيطلع من حاله معايره، ده بيبقى مختلف على الثاني، مش هيطلعوا كلهم على خط 45. ما دي فايده المناقشه بتاعتك بقى والتجربه. هو ليه بيعمل تجربه؟ ده احنا كنا بنتبسط زمان لما كنا بنعمل تجربه وبيطلع فيها اخطاء، عشان نناقش مصدر الاخطاء ده جاي من فين ونتعلم منها. طب ازاي يا باشمهندس انت بتعتمد على جهاز من دول انت مش واثق فيه اصلا؟ ما انا بقول لك، ما انا عشان كده بنعمل التجربه، احنا واثقين في ده. لا يعني انت واثق في ده خلاص، التانيين دول انت مش واثق فيهم. ما هو عشان كده في المصانع بره؟ اه تمام، سؤال حلو. في المصانع بره احتاج ان انا اعمل كده؟ لا. اجابه السؤال ده تتلخص ان عندنا في مصر هيئه اسمها هيئه القوميه لضمان جو، الهيئه القوميه للاجهزه القياس والمعاينه. تذكرت، ودي المفروض مركز بحثي زي المركز القومي للبحوث، والناس اللي فيه بكادر جامعه واساتذه جامعه وبيعملوا ابحاث وكلام زي كده. فانا اعرف صديق لي شغال هناك، معيد هناك، اتعين ما اتعينش في الجامعه، وكان يمكن الرابع ولا الخامس، وراح اتعين في الجهاز ده في المركز ده. ده مركز بحثي. المفروض انت راجل صاحب مصنع اشتريت سلم مقابل او اشتريت الجهاز ده، زي ما انت بتقول انت راح تعمل بروسيس عمليه معينه، هتعمل مصنع وفي تجارب في اجهزه قياس عندك في المصنع كتير. زي ما بيقول محمد كلام حلو خالص، انا ايش ضمني؟ ما يمكن انا اعتمد على القياسات دي، والقياسات دي هعمل بيها حسابات ومش عارف ايه، هطلع مثلا بصنع اجهزه، بصنع كذا، بعمل. طب ما لو انا الارقام اللي باخدها من الاجهزه مش مظبوطه، التصميمات بتاعتي مش هتكون مظبوطه. لو انا بعمل منتجات مثلا، بعمل حلاوه كيك ولا شوكولاته ولا مصنع حلويات ولا مصنع عدس، طب دي ده قصه كده هتبوظ، انا ممكن اموت الناس كده؟ قال لك لا، ما انت بتعمل ايه؟ بتاخد اجهزتك دي كلهم تحطهم في شكاره كده ولا شوار وتروح طاير بيهم على المعمل. تقول له عيل ايه ده؟ عيل الله شويه كل اجهزتك، وده اصلا المفروض هو كل فتره يجي يفتش عليك. ليك وبيديك شهاده يقول لك دي تستعمله، الجهاز ده تستعمله 6 شهور، وبعد 6 شهور تجيبه لي تاني اعيره لك. اقول لك مظبوط استعمله، مش مظبوط خلاص ارميه اشتري غيره. او لو دي في دايما فيكس ايرور اديهولك واقول لك استعمله، بس دايما اطرح منه 2 مثلا او كده. كنت في مصنع ضاي موتر ايجيبت بتاع السيارات ده، كان بيجمع، حاليا بيجمع عربيات الاسبرانزا، مصنع كبير جدا. عندهم معمل لوحدهم لمعايره اجهزتهم. هو بيعاير جهاز واحد، لان معايره الاجهزه مكلفه، فمش زي ما كان الراجل ده بيقول مش هودي كل الاجهزه اللي في المصنع، اروح اوديها اللي هناك، تكلفه غاليه جدا. فانا بعمل ايه؟ بودي جهاز ولا جهازين من كل نوع واعايرهم، واجيب اظبط الباجين عليهم بدون، وبيعايروا اجهزتهم. لان هو هناك بيربط لما بيجي يربط في العربيات، ربط المسامير وصواميل العربيات دي بتحسب على ترك معين. انت العربيه ممكن تفك منك كده، تبقى ماشي العربيه وعند سرعات عاليه تلاقي نفسك كده قعدت في الهواء. لا، العربيات ليها امان، درجه امان عاليه. فبالتالي هو لما بيربط بمفتاح حاسب حسبته الراجل المصمم، قال لك الصامولة دي تربط مثلا على 550 نيوتن متر ترك، فبيبقى عندهم ترك متر يربط عند ال 450 يروح مفلت، لقيت وهكذا. موضوع المعايره من المواضيع المهمه جدا لا غنى عنها في حياتك انت وشغال، واللي اهم منها برضه موضوع الاختيار المناسب للجهاز. يعني مثلا انا عايز اقيس درجه حراره الغلايه، اخد ترمومتر ولا باي ميتاليك ولا سلم مقابل ولا 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 اللي انت هتلاقيهم في التقرير. اختيار دي بتبقى مهمه المهندس، اختار الجهاز المناسب للوظيفه دي. وليه دي احسن من دي؟ تبدا تفكر فيها انت، شوف بقى كل اللي موجود في حياتك، الترمومتر ده ليه انسب؟ فبيحط في اعتباراته كل العناصر اللي فاتت، زي ما بقول لك المميزات والعيوب، مدى القياس، الرينج، كل كده.